ولذلك محتاجين للتأمين الداخلي والتأمين الذاتي كما نحن نحتاج إلى تأمين الحدود. فإذا هنا تأمين ذاتي وهنا تأمين للحدود، بل علينا أن نتوقع أن يطمع فينا الغرب وغير الغرب، وطمعهم فينا يجب أن يوقظ فينا هذا الحس الأمني. من ناحيته أكد وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد استعداد وزارته لتأمين